بسم الله الرحمن الرحيم. شقة دوبلكس دور تالت ورابع في الرخصة، باب مصفح. يمين الشقة عندنا حمام ضيوف، حمام نضيف جدا، ألومنتال سيراميك للآخر. عندنا جزء مستغل للسفرة بتلاجة، مطبخ، مطبخ كبير، في مساحة كبيرة زي ما احنا شايفينها كده. في بلكونتين، دي البلكونة الدور الثالث، طبعا رؤية بحر واضحة جدا، دي ثالث نمرة من البحر زي ما احنا شايفينها كده، ثالث نمرة، ثالث عمارة من البحر، ثالث عمارة من البحر. هنا السلم زي ما احنا شايفينه كده، ما شاء الله. برضو الدور الرابع في باب، وبرضو باب مصفح، في حمام، يبقى في عندنا هنا اتنين حمام، ده الحمام التاني. ده الدور الرابع، البلكونة كبيرة تراس، برضو طبعا رؤية واضحة بحر، نفس الرؤية، نفس الرؤية. دور ثالث ورابع رؤية واضحة بحر، برضو طبعا رؤية واضحة بحر، نفس الرؤية، نفس الرؤية. دور ثالث ورابع رؤية واضحة بحر. هنا سرير، وفي مكان للدولاب، دي غرفة نوم كاملة برضو موتيلنا بحر. مطلاتها بحر. في عندنا فوق غرفتين وبلكونة وحمام، في مدخل باب تاني، أسانسير، وهنا السلم تحت، ريسبشن، ومطبخ، وحمام، ريسبشن ومطبخ. هنا رؤية المطبخ واضحة، هنا ريسبشن، المطبخ، وهنا الحمام، هنا باب الشقة، باب مصفح زي ما احنا قلنا. ربنا يبارك لصاحب نصيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة دوبلكس دور تالت ورابع في الرخصة، باب مصفح. يمين الشقة عندنا حمام ضيوف،
حمام نظيف جدا، المونتال سيراميك للاخر. عندنا جزء مستغل للسفرة، لتلاجة، مطبخ، مطبخ كبير، في مساحة كبيرة زي ما احنا شايفينها كده. ريسبشن، في بلكونتين، دي البلكونة الدور الثالث، طبعا رؤية بحر واضحة جدا، دي ثالث نمرة من البحر زي ما احنا شايفينها كده. تالت نمرة، تالت عمارة من البحر، تالت عمارة من البحر. هنا السلم زي ما احنا شايفينه كده. ما شاء الله. برضو الدور الرابع في باب، وبرضو باب مصفح، في حمام. يبقى في عندنا هنا اتنين حمام، ده الحمام التاني. ده الدور الرابع، البلكونة كبيرة تراس، برضو طبعا رؤية واضحة بحر، نفس الرؤية نفس الرؤية. دور ثالث ورابع، رؤية واضحة بحر، برضو طبعا رؤية واضحة بحر، نفس الرؤية نفس الرؤية. دور ثالث ورابع، رؤية واضحة بحر. هنا سرير، وفي مكان للدولاب، دي غرفة نوم كاملة، برضو موتيلا بحر. مطلاتها بحر، يبقى في عندنا فوق غرفتين وبلكونة وحمام، في مدخل باب تاني، أسانسير، وهنا السلم تحت، ريسبشن، ومطبخ وحمام. ريسبشن ومطبخ، هنا رؤية المطبخ واضحة. هنا ريسبشن، المطبخ، وهنا الحمام، هنا باب الشقة، باب مصفح زي ما احنا قلنا. ربنا يبارك لصاحب نصيبها.